السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مشروع الدوبليكس بالفردوس، بزاف الناس صيفطوا لنا رسائل بغى يشوفوا الجنبات ديال مشروع الدوبليكس كيفاش ولات، واش تحلوا شي طرقان، فين وصلت الأشغال ديال الشطر الأخير اللي خدامين عليه، فين وصلت الأمور. فكنبغيو نقربوكم أكثر فأكثر إن شاء الله. هذا هو المشروع ديال الدوبليكس فين كان دار تشريقه الفوق منه، فاللي كنبغي ناكد لكم تحلات واحد الطريق هنايا مزيانه، دازت فيها عمليه الاسفلت صراحه امور لي ايجابيه، اللهم بارك، الله يسخر لهم ليهم. فكما كتشوفوا هاد البلاصه شملات عمليه الاسفلت، غادي نحاول نمشي بكم تلقوا. يا سلام يا سلام، ربما اشعه الشمس ما غاديش تعطيكم الصوره واضحه، ولكن غادي ندير الدوميتور باش نعطيكم الصوره غتكون اوضح ان شاء الله. طريق مسدود ليه، غادي نحاولوا. هانتوما كما كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام، هذا هو الشطر الاخير راه مخدامين فيه، والطريق راه غتبقى مستمره، غادي تخرج لنا في الديور اللي ليها. يعني الامور ان شاء الله راه غادي في واحد الطريق اللي هي مهمه. الزليج الناس راه بداو في الزليج، كما كتشوفوا الزليج راه هو كيدخل تما، الامور راه غاديه خطوه بخطوه، يعني كما كنقولوا قطره قطره كيحمل الواد. مشروع ناجح 100%، ربما كاين اللي صنفوا من بين احسن دوبليكسات في المغرب، من بين احسن دوبليكس في المغرب. هنا الطريق اللي هضرت لكم عليها صراحه دوبل فوا اللي زوينه، اللي خارجه من هنا غتخرجك حتى سميتو، غتخرجك للديور، الديور اللي جاوا في الجهه الاخرى. امر جميل، امر جميل، وكيف ما كنقولوا بالمصطلح ديالنا مربوحه. انتما كتشوفوا معنا هنا الجنبات، هنا الطريق، يعني بدينا كنلمسوا التغيير. هاد الطريق هادي عاوتاني راهم دايرين لنا هنايا واحد سميتو، دايرين لنا واحد الحجر هنا، ولكن نورمالمون هادي غتمشي نيشان. راه كتشوفوا الحد ديال الديور، كنظن شكون التقطتوا الاشارات والبطوات الوسط هو المفترق ديال الطرق كما شفتوا معنا. الله يسخر الامور صراحه، امور اللي هي ايجابيه كنشوفوها دابا. الله يسخر، الله يسخر الامور، نتمنى من الله الخير للجميع. خويا مصطفى، انا خويا الدوبليكس، الامور كيفاش غاده؟ الله يسخر للجميع. هذا هو اللي كاين هنا، كنشوفوا سكن ديال 25 مليون، سكن اقتصادي، عندنا الدوبليكس، عندنا الفيلات، كاينين الديور. صراحه الموقع ديال الفردوس كيخليها كتبيع راسها براسها. كنهضروا على الجو النقي، كنهضروا على مجموعه من الامور اللي ايجابيه، الا انه الاشكال اللي كان صعيب وصعيب بزاف، والمشكل ديال النقل، الناس كانوا كيعانيوا مع النقل. المشكل ديال النقل الحمد لله الخبر صار وانه غيولي الاسطول ديال الشركه المكلفه بالنقل اللي في تماره غيتحط في الفردوس. هذه وحده. ثاني حاجه، مركز خاص برجال الدرك الملكي غادي يكون ان شاء الله في الجنب ديال المسجد ديال الفردوس، نقطه اخرى ايجابيه. في انتظار نشوفوا دار الشباب، نشوفوا ملاعب القرب، فالامور غادي خطوه خطوه، وهادشي كيفرح الاخوان، هادشي كيفرحهم ان شاء الله ما يكون غير الخير. هذه هي الصوره، هذه هي الصور الخاصه كما كتشوفوا معنا على اليسر ديالنا الهيه، في اليسر ديال في اليسر ديالي دابا، وانا غادي هكذا في اليسر ديالي كاينين الديور، والفوق ديالهم هنايا الفيلات، الفوق جهة محطة الوقود. هنا كذلك في هاد الهبطة اللي انا هابط معاهم في جناب الطريق هنايا غيكونوا الفيلات، وهنا في اليمين ديالنا عندنا السكن الاقتصادي، وفي الخلف ديالنا كاين الدوبليكس. يعني واحد الطريقة باش مصاوبة الفردوس غادا في الصورة النهائية ديالها ان شاء الله، غتعطي واحد الجمالية، غتعطي واحد المنظر جميل. فنتمنى من الله، الله يسخر للناس اللي كيبنيو، الله يسهل على الجميع، الله يصاوب لكل شيء. كما كتشوفوا عندنا واحد البانو هنا كيقول لنا عين عوده في اليمن، سيدي حيا والريبعه في اليسر، ولا مشينا نيشان في هذا الرون بوان غادي تعطينا سميتها المنزه، الطريق الغير المصنفه اللي بدات فيها الاشغال وشملات التوسعه ومشات حتى للقنطره تحت الطريق السيار، وضياقت لهلا ضيقه على شي مسلم، ونتمنى من الله نشوفوها كتوسع حتى هي في ذاك الجزء ديالها، ربما مع هذا الاسطول ديال حافلات النقل الازر، ربما شي خط يقدر يخرج من الفردوس ديريكت للمستعجلات او ديريكت للتماره. نتمنى من الله الخير، نتمنى من الله الخير، وحنا في الفردوس
بلاتي عندنا يعني واحد البانو هنا كيقول مشروع الفردوس عين عوده وقع ارضيه لبناء فيلا ار بلس ان ابتداء من 2000 درهم. كما كتشوفوا معنا دائما البنايات اللهم بارك الناس كيبنيو الله يسخر لهم الله يسخر لهم هادشي اللي كنتمناو تبارك الله. وكنتمناو اي واحد بنا شي فيلا ولا بنا شي دويره ديالو يحاول ينطوي في الجنبات ديال الدار تبارك الله راه الفيلا تحت عاوتاني كتبنا اي واحد يحاول ينطوي شويه ويقعد جنب الفيلا غادي يعطي واحد المنظر رائع رائع جدا. الله يسخر الامور. من الفردوس غادي نمشيو لعين عوده ومن الدوبليكس غادي نمشيو للمشاريع اللي جاوا في الطريق وفي الدخله ديال عين عوده. مشاريع كبيره جايه في الطريق مشاريع كبيره جايه في الطريق بنايات جديده جايه في الطريق تجزئات تجزئات جداد. كنتمنوا من الطريق توسع لان صراحه كتاثر مني كتكون الطريق عامره خصوصا مني كتكون قدامك حافلات النقل او شاحنة من الحجم الكبير او الجرار. يعني كاين امور اللي صراحه كتستدعي وكتستوجب على ان الطريق خاصها توسع في القريب العاجل. الناس حرتات الارض يا ربي ترحمنا يا ربي يا ربي يا ربي ترحمنا يا ربي ترحمنا بالرحمه ديالك. كتشوفوا الاخوان الاراضي هنا تحرتوا نتمنوا الله طيح شي شتيوة اللي تشرب هاد الارض مزيان وتنزل الرحمة ديال الله عز وجل وتكون الامور مزيانة. يحيي العظام وهي رميم. نتمنوا الله الفرج. كما قلت لكم بنايات جديدة ومشاريع جديدة هنايا عندنا غيكون عندنا البنينة غيكون عندنا البنينة وتبارك الله اللي لقى واحد الاقبال كبير في البيع هنا في المدخل ديال مدينة عين عودة أقصى اليمين عندنا مكتب البيع عندنا بقعة أرضية هنايا كما كتشوفوا راه كتجهز الدنيا هنايا بقعة أرضية ابتداء من 80 متر مربع يعني الأمور تباعد النمرة تمسحات الله يسخر الموالية. كذلك هنا في اليسار يعني جايين دي بروجي أخرين إن شاء الله اللي غنحاولوا نقلوهم معاكم ونقربوكم من كل كبيرة وصغيرة. وحنا في الطريق لمدينة عين عودة المدخل الجنوبي وهذا هنا المشروع ديال أليونس مشروع أليونس. عندنا مسجد رياض الخير كنشوفو هنا جريدات صراحة كنتمنى وكنتمنى والله بحال هاد المشهد هذا يكون في مدينة الفردوس. والله العظيم اللي غتولي واحد المدينة نموذجية مدينة معتبرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تحية للمتتبعين ديالنا فين ما كانوا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. الفيديوهات الإخوان كنديرهم باش نقربوا الخوت اللي شارين في المغرب اللي مساكن في مدن أخرى ومغربين على المدينة اللي هما خداو فيها وحطوا فيها رزقهم. بزاف ديال الامور اللي كنحاولوا نسهلوها. فاحنا راه الاشاره اي واحد ان شاء الله بغى يشوف شي حاجه فاحنا راه الاشاره والله يسخر الامور يا ربي. كما كتشوفوا هنا الجماليه ديال هذا الشارع صراحه كيهضر على راسه. شوف ملي كتشوف هذا المنظر خضر يا ربي ترحمنا يا ربي ترحمنا خاصنا الشتاء هذا هو اللي كاين. الله يرحمنا والله يردنا الله يردنا لي ردا جميل هذا هو اللي كاين الاخوان. تهلاو ليا في راسكم نتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.